أبو عصام في باب الحارة، ووصف شخصية صلاح الدين الأيوبي بالكذبة الكبيرة. الفنان السوري الشهير عباس النوري يشكل إحدى ركائز الساحة الفنية العربية، حيث تخلل مشواره الفني عقوداً من العطاء في ميادين الفن. ولد في حي القيمرية بدمشق عام 1952، وانطلقت مسيرته الفنية عام 1976 ليترك بصماته في المسرح، التلفزيون والسينما. عرف عباس النوري بمحبته للمطالعة منذ صغره، حيث انخرط في نادي ثقافة حي القيمرية، وكانت فرصته للتألق على خشبة المسرح الجامعي. برع في إخراج وتأليف المسرحيات، وقاد فرقة مسرحية باسم فرقة الأضواء. رغم الصعوبات المالية التي واجهته، التحق بجامعة دمشق، حيث كانت خشبة المسرح الجامعي فضاءً لبروز موهبته. عمل مع المخرج السوري فواز الساجر في مسرحيات هامة، منها مسرحية رسول من قرية تميرة. انتقل إلى عالم التلفزيون عبر دعوة من الفنان سليم صبري، وشارك في خماسية تلفزيونية بعنوان سمر. استمرت مسيرته مع مخرجين مشهورين، وقدم أعمالاً ناجحة، منها أحلام منتصف الليل، والوسيط، والطبيبة، وأبو كامل. لم يكتفي عباس النوري بالتمثيل، بل تألق أيضاً كمؤلف ومخرج. ألف العديد من الأعمال، منها شاميات عباس النوري، وقام بإخراج سهرة تلفزيونية بعنوان تحليل خاطئ، كما قاد عملية الإخراج لعدة أفلام ومسلسلات. رغم أن مشاركاته السينمائية قليلة، فقد قدم عباس النوري بدايته الواعدة في أفلام مثل عشاق وحب للحياة. تركت هذه الأعمال بصمته في الحقل السينمائي. وعلى الصعيد الشخصي، فهو متزوج من الكاتبة السورية عنود الخالد، وأب لثلاثة أبناء. في لقاء إذاعي، أثار عباس النوري الجدل بتصريحات جريئة حول شخصية صلاح الدين الأيوبي، ووصفه بالكذبة الكبيرة. هذا التصريح أثار انقساماً واسعاً، وجعله يعتذر لاحقاً. ومن جانب آخر، أعلن عباس النوري أنه لا يكترث للسياسة، معتبراً أنها بعيدة عن دائرة فنان، وأشار إلى أنه يؤمن بالمشروع الثقافي ويركز على عطائه الفني. وهذه كانت حكاية الفنان السوري عباس النوري. شاركونا آراءكم في أدائه وتمثيله.